تعليقا على الكلمة التي ألقاها الرئيس الصيني شي جين بين في سياتل يوم الثلاثاء، قال مدير مركز أبحاث السياسات في باكستان إن ما طرحه الرئيس شي من النقاط المهمة المتمثلة في عدم التلاعب بسعر الصرف والتمسك بالإصلاح والانفتاح وخلق بيئة سوق شفافة وعلنية يصب في ثقة المجتمع الدولي باستقرار التنمية الاقتصادية الصينية. تحدث رئيس شي جين بينغ عن العديد من النقاط المهمة، ما ساعد الهيئات الاقتصادية الدولية على تشكيل انطباعات إيجابية ومتفائلة للسوق الصينية. وشدد الرئيس شي على أن بلاده ستمسك بسياسة الإصلاح والانفتاح وتسعى إلى إزالة المخاوف الدولية إزاء بيئة السوق الصينية، كما أكد أن بلاده ستعمل على خلق بيئة وسياسات جيدة للمستثمرين الأجانب. باعتبارها واحدة من أهم الدول في منطقة الشرق الأوسط، ركزت التقارير الإعلامية السعودية على آثار العلاقات الصينية الأمريكية على الاقتصاد العالمي، حيث أكدت الصحيفة الاقتصادية السعودية أن زيارة شي لا تخدم العلاقات الثنائية بين البلدين فحسب، بل تؤثر أيضا على اتجاه سير الاقتصاد العالمي. في الوقت نفسه أشارت بعض وسائل الإعلام السعودية إلى أن زيارة الرئيس شي برفقة كبار الشخصيات من الأوساط الاقتصادية والتجارية تتزامن مع مرحلة جوهرية يمر بها الاقتصاد الصيني للدخول في الوضع الطبيعي الجديد. أما الولايات المتحدة فما زالت متأثرة بظلال الأزمة الاقتصادية العالمية التي انفجرت عام 2008، لذا من المؤكد أن تشمل قائمة المواضيع المهمة مسألة تعزيز وتكثيف التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. أما كيفية جعل الصين تشعر بإخلاص نية الولايات المتحدة في التعاون وأنها تعتبر الصين شريك تعاون على نفس المكانة، فهذه قضية يجب على الولايات المتحدة النظر فيها. وفي تعليق مشابه قالت القناة الإنجليزية التابعة لمحطة التلفزيون الوطني الإيراني يوم الثلاثاء إن الرئيس الصيني اختار سياتل كمحطة أولى بهدف تعزيز التعاون مع المؤسسات الأمريكية. كما ذكر تقرير إعلامي آخر تحت عنوان زيارة الرئيس الصيني إلى الولايات المتحدة أن الرئيس شي سيجري سلسلة من المحادثات المهمة بشأن التعاون الثنائي مع كبار المسؤولين الأمريكيين رفيعي المستوى، ومن المتوقع أن تمثل قضية التجارة الثنائية محور المناقشات خلال الزيارة.